هوش استسامة، لأنه باقي لكم تقريبا أسبوعين، يعني يا دوب نلحق نكمل لكم المادة. راح أعطيكم هون فقط الأشياء المهمة اللي تركزون عليها بالقراية، اللي هي الشيستوسوما. من أجي أقراها راح أجي أشوف بها أكثر من نوع، أنا راح أنزلكم إياها مسجلة، راح أجي أشوف بها أكثر من نوع، اللي هي الشيستوسوما مانسوناي، والشيستوسوما هيماتوبيوم، والشيستوسوما تشابانيكوم. طبعا كل نوع من هذه الانواع راح نجي نشوفه يسبب لي فد مرض معين. احنا اللي يهمنا الهيماتوبيوم اللي هي تسبب لنا البلهارزيا، بس المطلوب من عندكم تحفظون بقيه الانواع، تحفظون كل نوع شو يسبب لي، الاورنج شيستوسوميسيس والانتستينال، زين، لانه هنا الدايجنوستيك مال كل نوع راح يختلف، يعني بالبلهارزيا العينه مالتي راح تكون يورين، في حين المانسوناي اللي تكون بالانتستينال والبالاورنت تكون الفيسز. زين، هنا انا شنو راح اشوف بالديدان؟ بالديدان راح اشوف يصير تمايز، راح تكون عندي ديدان فيميل مقسومه الى وميل، والديدان تحتاج اكثر من مضيف ايضا لكي على مود تكمل دوره حياته، وتحتاج الى وسط انه ينتقل من عند هذا الطور على مود يسبب لي الانفكتيف. زين، الانترميديت هوست هنا راح يكون سنلز، انواع من القواقع، هسه راح اجي اوضح لكم اياها. زين، الديفينيتيف هوست مالتي هنا الهيومنز، زين، يعني هي من الديدان اللي تكون باثوجينيك المن للهيومنز. زين، طبعا هذا المرض اذا عندكم اطلاعات فنيه عبد الحليم حافظ انصاب به وادت الى وفاته البلهارزيه. طبعا هو يكون الاستخدامات الغير الصحية، العادات مثلا واحد يروح يسبح بالأنهار بالجداول، فدائما نشوفه ينتشر بالمناطق اللي تكون ريفية، يعني المناطق الريفية اللي أصلا ما يراعون هاي الظروف الصحية، نشوف أكو يعني يصير عندهم هاي الحالات. هنا أنا شو راح أميز الميل عن الفيميل بالديدان؟ راح تكون الفيميل الميل مالته يكون هذا ما مطلوب من عندكم الرسم، هسه اقول لكم المطلوب، يكون هذا اسمه واقصر، في حين الفيميل تكون رفيعه وطويله، نسميها رشيقه احنا. زين، الفيميل الميل هنا راح يكون اكو فد جروف، هذا الجروف يساعد على تمسك الميل بالفيميل. زين، فدائما نشوفهم بشكل كابلز، يعني هسه هنا هاي عندكم الرسومات المطلوبه من عندكم، تميزون الميل عن الفيميل. زين، شلون اميز الميل عن الفيميل؟ انه يكون شنو؟ ثيكر وشورتر دان فيميل، في حين الفيميل تكون لا، يعني ارفع، قلت لكم، ولونجر، يعني تكون اطول. زين، فالمطلوب من عندكم الرسومات هذه مالت الادلتس، مالت الميل والفيميل. زين، والمطلوب من عندكم الكابلز اثنيناتهم شلون اميزهم؟ هاي مو الا ترسموهم بس تعرفون انه هذا الكابلز. زين، الشيستوسوما هنا أنا شنو راح الستيج مالتها، دورة حياتها راح أشوف، راح يصير بيها أكثر من طور، اللي هي راح أشوف الأدلتس والإيج والميراسيديوم والسبوروسيس، وفد شي جديد نسميه السركاريا اللي هو الطور المتحرك مالتها. زين، شلون أميز الأنواع مالت الشيستوسوما؟ الشيستوسوما على مود أجي أميز الأنواع مالتها راح أقدر أميزها من الإيج، فهاي الثلاث انواع مالت الايج، هاي كل شكل من هذه الايج تابعة لنوع، يعني المانسوناي اجي اشوف السبين مالتها تكون لترال، طبعا الصفة المميزة للبيوض مال هذا الجيناس اللي هي شيستوسوما تكون حاوية على سبين. زين، هاي الاشكال مهمة. زين، يعني من اجي اعطيكم فيجر مال ايكس على حاوية على سبين لترال، رأسا انت تقولي شيستوسوما مانسوناي. زين، اقول لك شنو السبب، او شوف شنو بعد وياها السؤال. المهم تحفظوا لي كل نوع، كل شكل مال اكس السبين مالتها شلون تكون، يا اما لاترال او تيرمينال، او تكون سمول لاترال، او تكون يعني هاي اثريه ما تبين. زين، المطلوب من عندكم هسه شنو الرسم، الادلت مالت الشيستوسوما والاكس مال كل نوع. زين، هنا الادلتس ما راح تقدرون تميزون مال يونا، يعني مال يا سبيشيز، بس هي هنا مالت المانسوناي، بس احنا عادة مو الا نحاسبكم على الادلتس، انه ما تقدر تميزها مال يا سبيشيز.
بس الاكس لا راح تتحاسبون عليه. يعني من اجي انطيك اي نوع من انواع هذه البيوض لازم تكتب لي الجينس والنوع. زين يعني اذا انطيك هنا تيرمينال سبين هذا الشكل راح تقول لي شيستوسوما هيماتوبيو، اسم الجينس واسم النوع. زين المطلوب من عندكم الرسوم مال هاي البيوض الثلاثه، يعني هسه صار عندكم خمس رسومات، الادلت ميل وفيميل والسبين الاكس مال كل نوع. زين الرسم طبعا انتم ترسمون اي نوع من هذا، لان هذا ما مطلوب من عندكم، انا مهم ترسموني بيضه وحده على مود تميزوا لي مال المانسوناي. فهذا هو شكل مكرر للشيستوسوما مانسوناي الايج مالتها. زين هنا عندنا شكل مكرر للاكس مالت الهيماتوبيوم. زين وهنا عندنا للشابانيكوم. فالمطلوب من عندكم تميزون البيوض مال كل نوع. زين اجي بدورة الحياة. بدورة الحياة انا قلت لكم اللي يهمنا الانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج. هنا الانفكتيف ستيج مو احنا عندنا قلت لكم انترميديت هوست. الانترميديت هوست اللي هي انواع من القواقع، هسه راح نجي ناخذ انواعها، راح تطرح لي السركاريا اللي هو يكون الطور المتحرك. زين هذا الطور هو اللي يسبب لي الانفكتيف ستيج. يعني هنا الانفكتيف ستيج من هي السركاريا، راح تدخل عن طريق الماء حسب يا اما عن طريق الماوث او عن طريق الخدوش والجروح اللي تصير بالجسم او من بين الاظافر. زين راح تدخل وحسب النوع مالته راح تروح تستقر. كل نوع حسب قلنا اكو تروح لليورينري واكو الانتستينال. زين راسا راح يعني تترك هذا الذنب مالته راح يتحلل. زين وتنمو الى الادلتس، راح تمر بعدة انقسامات تنمو الى الادلتس. الادلتس بعد ما يصير السكشوال بين الميل والفيميل راح تطرح لي بيوض. هاي البيوض تكون طبعا الشير مالتها كلش ثكر بحيث يقاوم الظروف البيئية الخارجية وتكون حاوية على هاي السبين. زين حسب الانواع من تنطرح الى الماء او للبيئة الخارجية راح تهمين تطلع عندنا هاي البيوض، راح رأسا تتحلل من الجدار الخارجي السميك، وين تدخل؟ تدخل للسنلز حسب النوع مالتها. زين وبعدها ترجع دورة الحياة. هنا الانفكتيف ستيج هي الايج، الايج والادلت، احنا هم هنا ما حاطيها الادلت، بس هي هنا الدايجنوستيك قصدي ستيج، الدايجنوستيك ستيج هنا الايج والادلت. زين لانه احنا بالحالات اللي تكون يعني كرونيك تظهر ان الادلتس تظهر يعني تطلع بالدايجنوستيك بالتحليل سواء كان يورين او فيسس. زين بعد شنو مطلوب من عندكم هنا بدورة الحياة؟ بس الانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج. هنا الانفكتيف قلت لكم السركاريا والدايجنوستيك الادلتس والايك. زين الوسط الستيج اللي يكون داخل السنول اللي هو راح يكون الميراسيديوم، الميراسيديوم اللي هو الطور اللي تبدي بس تنقسم ب الطفيلي. زين بعدها راح تتحول هاي الميراسيديوم راح تقاوي على يعني العديد من السركاريا. هاي ما كنت اشوفها داخل الميراسيديوم، هاي عدد يعني منقسم من السركاريا اللي احنا نسميه سبوروسيس. من يطلع للبيئة الخارجية راح يكون يتطور عند الذنب ويبدي يتحرك بالووتر. زين ايضا المطلوب من عندكم الرسم مات الميراسيديوم. زين الرسم مات الميراسيديوم هاي اول ما تطلع وهذا من يبدي يتطور. فالمطلوب من عندكم الرسم مالتها، والمطلوب من عندكم الرسم ايضا مالت السركاريا. هسه صار كم رسم عندكم؟ الادلتس الميل والفيميل، الايكس حسب الانواع، والميراسيديوم، والسركاريا. زين الادلتس نوعين ميل وفيميل، والبيوض ثلاث انواع صارن خمسة، والميراسيديوم والسركاريا، يعني سبع رسومات. زين هذا الفيجر ما مطلوب من عندكم مالت السكشن بالبلادر.
ما مطلوب من عندكم هذا للاطلاع، هاي بس على مود نراويكم الايكس من تكون بالبلادر عشان تبدي تسبب التخدش وتنمو بالنسيج وتسبب لليورناري. هنا بلاد تكون اليورناري بلاد يصير نسميه الدم البول الدموي، زين راح يظهر كله يعني بدم. زين هذا الجدول شنو مطلوب من عندكم؟ ما مطلوب من عندكم هاي القياسات والحجم، احنا من اول شيء قلنا لكم، بس المطلوب من عندكم تميزون لثلاث انواع اللي هي الهيماتوبيوم والمانسوناي والتشابانيكوم. شنو؟ ايضا عن طريق الانترميديت هوست، زين، والايكس، يعني فقط بس هذين اللي تركزون عليها، الانترميديت هوست والايكس والكوزز، كل نوع ايش راح يسبب لي يا مرض. زين يعني ثلاث اشياء مطلوبه من عندكم، ما مطلوب من عندكم هذا الجدول كله تحفظوه، الانترميديت هوست لكل نوع، والاسم المرض اللي سببه، والايكس يعني الشكل مالتها السبن شلون تكون. زين هاي الاشكال مات السنولز. زين ما مطلوب من عندكم رسم، بس مطلوب تعرف لي كل نوع هذا مال من عندنا، البلانيوس والبايوفيلاريا والانكوميلانا، هاي كل نوع قلت لكم احنا راح اكو سبي جيناس يعني سبيشيز خاص له، يعني هنا عندنا مات المانسوناي والهيماتوبيوم والتشابانيكوم. زين يعني هذا ما مطلوب من عندكم رسم، بس الشكل شلون بالانسكت مات مال التريبانوسوما والليشمانيا، كان ما مطلوب من عندكم رسم، بس تميز لي كل انسكت شنو تنقل لي يا باراسايت. زين اخر شيء عندكم الدايجنوستيك، الطرق هي انه انا شلون اميزها، طبعا مايكروسكوبينج، ونرجع ايضا نقدر نميزها عن طريق قلت لكم احنا هاي مطلوبه من عندكم فقط تعداد، والمطلوب من عندكم انه انا عن طريق السيرولوجيكال شنو هي الطرق اللي استخدمها. زين الايزا، الاندايركت هيماجلوتيشن، الاميونو الكتروفوريسز، هاي المطلوب من عندكم. هسه انزل لكم المحاضره على الكلاس، زين، واسبوع الاخ بس الرسم راح يكون عندكم اورال، البارحه تبلغ الممثل لانه الوقت مو بصالحكم ده يمشي، وما باقي لكم بس اسبوعين، تمام؟